فيسرال بين، في الم من الفيسرا طبعا، لان الفيسرا فيها برضو ايه بين ريسبتورز، بس فيو قليلين يعني. السكين هو اللي ريتش من الريسبتورز اوف بين طبعا، لكن في الفيسرا قليلين لدرجه قال لك ايه ده ممكن قوي ان الانتستين في انسان صاحي يعني. الانتستين لو انت جبت سكينه حاميه جدا شارب نايف ورحت قاطع السن ده، الانتستين ده هيجي قطعتها كده بالسكينه ما يحسش بوجع، وهو صح لان الريسبتورز فيها ايه قليله جدا. ولكن لو حصل فيها التهاب شديد في الفيسرا او اخذ حته كبيره في الفيسرا يعمل الم رهيب، الم رهيب، ويبقى معاه برايمري هايبر اجيزيا كمان اللي من هنا، وممكن يؤدي الى زي ما قلت لحضراتكم الى سكن الهايبر اجيزيا في مكان ما طبعا، يعمل يعني يعمل فاسيليتيشن ده، فاكرين النظريه هنا اللي هي الكونفرجنس فاسيليتيشن ميكانيزم، هنقول هنتكلم حالا. فيعني هنا الفيسرا بالرغم انها يعني ما فيهاش بين ريسبتور كتير لكن ممكن تعمل الم شديد جدا. بعض الفيسرا انسنسيتيف زي الليفر مثلا، ليفر تيشو زي الالفيولاي جلاند، وزي الفيسرا اللاير بتاعت الايه الممبرينز بتاعت البريتونيوم والبريكارديوم والفلورا، لكن البارايتال لايرز بينفول جدا. ايه الكاركترز اوف فيسرال بين؟ سلو بين، يلا دال ايكنج او سبازموديك، يعني يعمل كرامب او كوليك اللي هو المغص يعني. وريفيرد طبعا لاماكن بعيده، ريفيرد يعني هنتكلم على ريفيرد فين دلوقتي؟ يعني يبقى يسمع او يشع في المكان، الاماكن بعيده عن مكان هدوشه. وقلنا ممكن يبقى يحصل فيها برضو ايه؟ ها؟ سكندري هايبر اجيزي، هنفسر حالا الحته دي. ومعاه غالبا باراسمباتيك افكتس، براديكارديا وهايبوتنشن، ومعاه كمان نوزيا وفوميتنج، وممكن يبقى معاه كونتراكشن برضو في الماسلز اللي حواليه زي في الديب بين. يعني مثلا لما يكون واحد ايه عنده التهاب في الابندكس، ابندسايتس يعني التهاب في الابندكس، تلاقي الابدومينال ماسلز فيها ريجيديتي، فيها كونتراكشن، حتى بيسموها جاردنج ريجيديتي. يعني ممكن يبقى معاه اوتونوميك افكتس ومعاه سوماتيك افكتس، ها؟ وممكن تبقى ريفير يعني يضرب في مكان تاني زي ما هنشوف دلوقتي. طب ايه الافرنت اللي بتشيل الفيسرال بين؟ في اوتونوميك وفي سوماتيك. الاوتونوميك نشوف على الصوره دي، ادي الفيسرا معظمها كده، خد بالك بقى من مقسم هنا، قال لك ده ثوراسيك بين لاين وده بيلفيك بين لاين، ده واخده من تحت الريفز على طول، خط وهمي يعني، وده خط فوق فوق البيلفيك جيرل على طول فوق الايليا كريست. قال لك الاستراكشرز اللي بينهم بين البيلفيك لاين وبين مين؟ الثوراسيك لاين، دول مين اللي بيحملهم؟ ها؟ مين ده؟ سمباتيتيك فايبر. الاستراكشر فيسر اللي من فوقه واللي من تحته بيحملها مين؟ بارا ايه؟ ها؟ بارا سمباتيك. يعني هي تقريبيه يعني، تقريبيه لكن ماشي. لكن الافرنت معظمه طبعا اوتونوميك، فسمباتيتيك يحمل البين من هذه المنطقه والبارا سمباتيتيك من المنطقه التي فوقيها والمنطقه اللي تحتيها. الخطين الفاصلين دول ثوراسيك لاين وبلفيك ايه لاين. ثوراسيك ده اللي هو فين؟ اللي هو فوق الايه اللانج على طول، ها شايفينه؟ وده هو اللي هو بيبقى فوق البلفيس على طول. ماشي. طب هل ممكن الم من الفيسرا يحمله سوماتيك؟ يعني مثلا انفلاميشن اوف ذا جول بلادر اللي بنسميه كوليسيستايتس. كولي سيستايتس هذا اللي بيشيل هذا الالم من هنا اللي بيحمله مين؟ بيحمله الفرينيك نيرف، فرينيك نيرف، لان الجول بلادر بتعمل اريتيشن في الديافرام. ومين النيرف بقى اللي بيشيل من هنا؟ الفرينيك بتاع الديافرام. فاذا في سوماتيك فايبر بيشيله برضه من البريتونيه من الفلورا والبريكارديوم اللي بيحمل البين منهم، مين؟ السباينال نيرف والسوماتيك. يعني السوماتيك ممكن، واخد بال حضرتك؟ السوماتيك ممكن
لكن معظمه طبعا اوتونوميك زي ما قلت لحضراتكم. الفيجر ده سمباتيتك ايه وبارا سمباتيتك. الكوزس فيسرال اسكيميا على طول، اي اسكيميا على طول برضه عشان خروج مين يا سيدي؟ الليوس بيكر. ميكانيكال ستيمولاي وكيميكال، كيميكال زي مثلا ما يطلع اتش سي ال من الاستومك يعمل اريتيشن في البريتونيوم طبعا. اتش سي ال يطلع ازاي؟ من بيبتيك انسر بيرفوريتد يعني قرحه وقرب بيرفوريشن يعني خرمت الاستومك. ميكانيكال زي اوفر ديستنشن اوف هول اورجن يعني يورين بلادر ملت قوي 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 تعمل وجع. عارف ليه؟ عشان الديستنشن ده يا اما ضغط على البين ريسبتورز يا اما عمل اسكيميا برضه، يعني ضغط على الفيسلز وعمل اسكيميا. سبازم اوف سيرتن فيسل اسمه الانتستين مثلا والبايل داكت واليوريتر اللي هو المغص بقى العادي المغص النعوي يعني والمغص بتاع البايل اللي هو بتاع القنوات الصفراويه والمغص الكلوي برضه دي كلها سبازم هتعمل اسكيميا برضه يعني السبب اسكيميا. اسكيميا على طول يبقى ايه؟ ها؟ في دامج في سيلز طلع عليه وسكي فاكتور عملنا فيه. تراكشن عند الميزن ولا ما بيحصلش كتير لكن لو تراكشن يعمل الم برضه. يبقى هنا كوزس فيسرال اسكيميا والميكانيكال وايه؟ وكده وعرفنا الافرنت مين؟ ها؟ ممكن اوتونوميك ممكن سوماتيك. واللي بيعمل فايبر اللي كارينج سنسيشن تايب سي وده نوع طبعا من الاستروبين تمام.